أحبتي الصغار، السلام عليكم، مرحبا بكم في حصة الرياضيات من كتاب المرجع في الرياضيات للمستوى الثالث ابتدائي. إذا أحبتي الصغار، لدينا اليوم الدرس الأول. ماذا لدينا اليوم؟ الدرس الأول. أحسنتم. إذا الدرس الأول تحت عنوان الأعداد من 0 إلى 999. أعيد، الأعداد من 0 إلى 999. أحسنتم. إذن لدينا التمرين الأول. شارك الأصدقاء الثلاثة في مباراة لرمي السهام. ألف، نحسب عدد النقط التي حصل عليها كل متسابق كما في المثال. هذا هو المثال. باء، نحدد الفائز بعلامة X في البطاقة المناسبة بعد مقارنة أعداد النقط. أعيد، انتبهوا معي مزيان باش تجاوبوا على الأجوبة أجوبة صحيحة، تكون أجوبة ديالكم صحيحة. إذن شارك الأصدقاء الثلاثة في مباراة لرمي السهام. هاد الأصدقاء هادو عائشة وأحمد وزينب، شاركوا في مسابقات رمي السهام. أحسنتم. إذا السؤال الأول كيقول نحسب عدد النقط التي حصل عليها كل متسابق كما في المثال. عندنا هنا عائشة أوضحوا لنا عدد النقط، يعني أرونا كيفاش شحال من نقطة عندها. المطلوب منا هو أننا نحسب نقط أحمد ونقط زينب. أحسنتم. فمثلا هنا عندنا عائشة، عائشة في منطقة 100 ما عندها حتى نقطة، في منطقة 10 عندها 7 نقط. ها هما رمت 7 رميات في هذه البلاصة، هذه رمت عائشة 7 رميات. ها واحد، هذا هادو اللي بالنقط الحمراء، ها واحد ها اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ثم 7. إذا في بلاصة هاد العشرات رمات 7، إذا هنا عندنا 7 نقاط في 10 في بلاصة العشرات، زائد في بلاصة الوحدات أو واحد عندها 2 نقاط، عندها 2 نقاط. إذا رمات 2 رميات، 2 رميات. ها هي 1 في 2 في بلاصة واحد عندها 2. أحسنتم. إذا المجموع كامل هو 7 في 10، شحال كتساوي؟ كتساوي 70، زائد 1 في 2، 1 في 2 كتساوي 2. إذن 70 زائد 2 تساوي 72. أحسنتم. دابا عندنا أحمد. أحمد في بلاصة المئات عنده رمية واحدة، نقطة واحدة، ها هي. في بلاصة العشرات شحال من نقطة عنده؟ عنده 1 2 3 4 5، إذا 5 رميات أو 5 نقط. بلاصة العشرات عنده 5 نقط، وفي بلاصة الوحدات أو في هذه البلاصة هذه شحال عنده؟ عنده 1 2 3 4. أحسنتم. إذا شنو غنديرو؟ غنديرو 100 في 1، نكتبو هنا 100 في 1 زائد 10 في 1، 2 3 4 5، زائد 10 في 5، زائد 1 في 4. ها هي بهذا الشكل. هذا أحبتي الصغار. إذن 100 في 1 أو 1 في 100، ثم زائد 10 في 5، هنا 5 في 10، زائد 1 في 4، هي هذه. إذا غنحسبوا المجموع، 100 في 1 شحال كتساوي؟ تساوي 100، زائد 10 في 5، 10 في 5 شحال كتساوي؟ كتساوي 50، إذا 150، زائد 1 في 4 تساوي 4، إذا 154، إذا نكتبو تساوي 154. بهاد الشكل هذا. إذا بحال هذا المثال، هذا هنا سبقوا عدد النقط، مثلا 7، عاد المكان ديال النقط. هنا انا سبقت المكان النقط
عاد العدد النقط بحال بحال، يعني غتكون نفس النتيجة. إذن كتساوي كما قلنا 154. دابا غادي ينتقلوا لزينب، نشوفوا زينب شحال عندها من نقطة أو شحال عندها من رمية. إذن في بلاصة المئات شحال عندها؟ عندها جوج، جوج. إذن غنكتبوا اثنان في مئة زائد بلاصة العشرات عندها جوج زائد اثنان في عشرة، بلاصة الوحدات شحال عندها؟ إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، عندها ستة زائد ستة في واحد. بهذا الشكل هذا أحبتي الصغار عندنا بلاصة المئات عندها اثنان، إذن مئة في اثنان، ومئة في اثنان شحال كتساوي؟ تساوي مئتان زائد اثنان في عشرة. هنا عندنا بلاصة العشرات عندها جوج، جوج الرميات أو جوج ديال النقط. إذن اثنان في عشرة كتساوي عشرون، بلاصة الوحدات عندها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة زائد ستة في واحد شحال كتساوي؟ إذن قلنا هنا مئتان زائد عشرون هي مئتان وعشرون زائد ستة هي مئتان وستة وعشرون. نكتبوا هنا مئتان وستة وعشرون بهذا الشكل هذا أحبتي الصغار. إذن عندنا النتيجة هي 226. دابا غادي ننتقلوا للسؤال باء. سؤال باء ماذا يقول؟ السؤال باء يقول نحدد الفائز بعلامة اكس. هاد العلامة هذه احبتي الصغار ديما كنقول لكم يا اما كنسميوها علامة اكس، علامة جداء، علامة في، او علامة مضروب، ولكن اغلبيه كيسميوها علامة اكس. اذا نحدد الفائز بعلامة اكس في البطاقة المناسبة بعد مقارنة أعداد النقط. شنو قال لنا السؤال؟ السؤال قال لنا أننا نحدد الفائز، الفائز أو الفائزة على حسب النقاط ديالو. إذن احنا شنو خصنا نشوفو؟ نشوفو عدد النقاط ونقارنهم ونشوفو أكبر نقطة وصاحب أكبر نقطة غادي ندير ليه علامة في البطاقة ديالو، يا إما زينب، أحمد أو عائشة. هذه هاد البطاقة الصفراء هذه. إذن أحسنتم. إذن عندنا عائشة عندها 72 نقطة، أحمد عنده 154 نقطة، زينب عندها 226 نقطة. إذن أين هو العدد الأكبر؟ هو هذا 226 نقطة. إذن الفائزة هي زينب، نديروا لها علامة في هذه البلاصة هذه بهذا الشكل هذا أحبتي الصغار. إذا الفائزة هي زينب، الفائزة هي زينب، أحسنتم. نديروا لها علامة في هذه البطاقة اللي تحت منها. إذا أحسنتم. دابا صغار الأعزاء غادي ينتقلوا للتمرين الموالي أو الحصة الثانية. إذا السؤال هنا يقول أكتب العدد المناسب في كل بطاقة، اكتب العدد المناسب في كل بطاقة. هنا عندنا مدرج، اذا هنا عندنا 100 وهنا عندنا 200. اذا بين كل درجة ودرجة شحال كاين؟ كاين 100، وبين وفي هذه الوسطانية هذه الزرقاء هذه الكبيرة اذا كتعني 50، كتعني اننا كنقصوا ب 50، ولكن بين الفرق بين هذه بين هذا الخط هذا وهذا الخط هو 100. اذا هنا عندنا 100، اذا هنا شحال غيكون؟ 150. نكتبوا هنا 150 هكا 150، حيت علاش النص ديال 100 هي 50. اذا هنا عندنا 150، هنا عندنا 200، هنا عندنا 250، هنا شحال غتكون؟ 300. نكتبوا هنا 300 بهذا الشكل هذا 300. هنا عندنا 350، هنا عندنا شحال غيكون؟ 400. احسنتم 400، احسنتم. اذا 400 وهنا شحال غيكون؟ 450، هنا غتكون 450. نكتبوا 450، جميل. اذا 450 550. إذن في هذه البطاقة الأخيرة غادي نكتبو 550.
550. أحسنتم. إذن أحبتي الصغار دابا غادي ننتقلوا لأثبت تعلماتي. أعيد، أثبت تعلماتي. إذن هنا عندنا كما كتشوفوا معايا جدول، جدول فيه الوحدات، العشرات، المئات. الوحدات، العشرات، المئات. مثلا هنا عندنا 87، 87 فيه رقمين فقط، فقط الوحدات ثم العشرات. إذا هنا عندنا 213 فيه 3 أرقام، فيه المئات اللي هي 200، العشرات اللي هي 10 يعني 10 وحدة، ثم الوحدات اللي هي 3. إذا مثلا إلى مطلوب منا المقارنة ديال هاد الرقمين هذا، إذا اصلا هذا الرقمين فيه 2 وهذا فيه 3، اذا 87 اصغر من 203، باين حيت اصلا هذا فيه جوج الارقام، هذا فيه 3، اذا هذا اللي فيه 3 هو اللي غيكون اكبر رقم. اذا هنا درنا 87 اصغر من 213. دابا عندنا هذا العدد 579 و 580. هنا عندنا الوحدات 9 وحدات، الرقم الثاني عندنا 0 وحدة، العشرات عندنا في الرقم الاول 7 عشرات، في الرقم الثاني 8 عشرات، ثم المئات عندنا 500 ثم 500. اذا قالوا لنا نقارنوا. اذا نبداو الى دائما، هذه خاصيه، الى بغيتوا تقارنوا بداو دائما بالرقم الاول سواء كان العشرات او كان المئات. اذا نبداو مثلا هذا العدد هذا مكون من 3 ارقام. اذا المئات هنا عندنا 5، اذا عندنا بحال بحال، شنو غنديروا هنا؟ مثلا عندنا كما كتشوفوا 5 تساوي 5. اذا باش نقارنوا العدد كامل نمشيو للعشرات ديالو، نقارنوا العشرات. هنا في العدد الاول عندنا 7، العدد الثاني عندنا 8، اذا 7 اصغر من 8، اذا العدد الاول اصغر من العدد الثاني اللي هو 200 عفوا اللي هو 579 اصغر من 580. هنا عندنا الجدول الثاني 901 و893. هنا عندنا الوحدات وحده وحده، ثلاث وحدات، 10 0 10 و9 عشرات. هنا عندنا المئات 900 و800. اذا نقارنوا العدد الاول، هنا عندنا المئات ديال الرقم الاول اكبر من المئات الرقم الثاني، اذا 9 اكبر من 8، اذا 901 اكبر من 893. اذا دابا غادي نمشيو للمعجم ديالي، هاد المفردات هادو اللي مترجمه بالفرنسيه احفظوهم احبتي الصغار. اذا هنا عندنا العدد، العدد باللغه الفرنسيه لو نومبر، اعيد عفوا، العدد باللغه الفرنسيه سميتو لو نومبر، الرقم لو شيفر، الوحدات لي زونيتي، العشرات لي ديزيان، المئات لي سنتين، المقارنه لا كومباريزون. احسنتم. دابا احبتي غادي نمشيو للصفحه 12 باش تكملوا الحصه الثانية. إذا هنا التمرين الثاني يقول تمثل البطاقة البطائق التالية النقاط التي حصل عليها أزار وتسليت في لعبة للرماية. إذا أحسب عدد النقاط التي سجلها كل من أزار وتسليت ثم أملأ جدول التحويل وأحدد الفائز. إذا هنا عندنا نقاط أزار وهنا عندنا نقاط تسليت، وعيد هنا عندنا نقاط أزار وهنا عندنا نقاط تسليت. إذا كما كتشوفوا معايا هنا عندنا في بلاصة المئات الوحدات عفوا، في بلاصة الوحدات، بلاصة الوحدات عندو أزار عندو بطاقتان، بطاقتان في بلاصة الوحدات عندو بطاقتان. إذا غنكتبو 2 حيت عدو بطاقتان فقط، 1 و2 عدو بطاقتان، إذا نكتبو هنا 2 بهاد الشكل هذا 2. إذا هنا عندنا في العشرات، في العشرات شحال عدو من بطاقة؟ عندو 5، 5 بطاقات، 5 بطاقات. أحسنتم. وكل بطاقة كتمثل 10 نقاط، عندو 5 بطاقات وكل بطاقة كتمثل 10 نقاط، إذا نكتبو 5، 5 بطاقات بهذا الشكل هذا.
يعني عندو بلس الوحدات اثنان بطاقتان، بلس العشرات عندو خمس بطاقات، بلس المئات شحال عندو من بطاقة؟ عندو أربع بطاقات من فئة 100 نقطة. أربع بطاقات من فئة 100 نقطة، إذن بلس المئات عندو أربعة، نكتبو أربعة بهذا الشكل هذا. إذن دابا نمثلوها في هاد سميتو، في هاد الأعمدة هادو، إذن أو هاد الأشرطة أو هاد المربعات. إذن هنا عندنا شحال عندو من 100؟ شحال عندو من 100؟ عندو 400، يعني نكتبو هنا 400. عندو شحال من 100؟ أعيد، عندو 4، حيت كل بطاقة كتمثل 100، 100 نقطة. إذن عندو 4 بطاقات، إذن 400. نكتبو هنا 400، أحسنتم. إذن شحال عندو من البطاقة ديال 10 نقاط؟ عندو 5، يعني 5 بطاقات، كل بطاقة فيها 10 نقاط، إذن هي 50. إذن نكتبو هنا 50، أحسنتم. إذن شحال عندو من بطاقة ديال هادي ديال فئة 100، ديال فئة نقطة؟ عندو 2. اذا بهذا الشكل هذا. دابا غادي نمثلوها على شكل حلقات، على شكل مدى، على شكل حلقات. عندنا هنا المئات اللي هي بالوردي، والعشرات اللي هي بالاخضر، ثم الوحدات اللي هي بالاصفر، احسنتم. اذا شحال من حلقه غنديروا هنا؟ اذا كل حلقه غادي تمثل لنا 100 نقطه، اذا غنديروا اربع حلقات، حيت كل حلقه كتمثل لنا 100 نقطة، بحال البطاقة، كل بطاقة كتمثل لنا 100 نقطة، إذا غنديرو 4 حلقات بهذا الشكل هذا. أحبتي الصغار، درنا 4 حلقات، وبلاصة العشرات شحال عندو؟ شحال عندو من بطاقة؟ عندو 5 بطاقات، إذا 5 بطاقات، كل بطاقة فيها 10 نقاط، إذا غادي نديرو 5 حلقات، 5 حلقات في بلاصة لون أخضر أو في بلاصة العشرات. بهذا الشكل هذا درنا 5 حلقات، 1، 2، 3، 4، 5. دابا نمشيو لبلاصه الوحدات، شحال عندو من بطاقه اللي فيها نقطه واحده؟ عندها اثنان، عندو بطاقتان من فئه نقطه واحده، اذا نديرو حلقتين. اذا بهذا الشكل هذا احبتي الصغار. دابا غادي نمشيو لتسليت. تسليت شحال عندها من نقطه، من بطاقه من فئه 100، من فئه نقطه؟ اذا عندها 3، نكتبو هنا 3 بطاقات، كل بطاقة فيها نقطة واحدة، إذا نكتبو هنا 3. وهنا شحال عندها؟ إذا نكتبو بعد هادي بهذا الشكل هذا. إذا نشوفو دابا البطاقات ديال اللي فيها 10 نقاط، شحال عندها؟ عندها 5 بطاقات، نكتبو هنا 5. ونشوفو شحال من بطاقة عندها فيها 100 نقطة، عندها 4 بطاقات، إذا نكتبو هنا 4 بهذا الشكل هذا احبتي الصغار. اذا هنا نشوفوا عدد البطاقات اللي عندها، هنا عندها 4 بطاقات، كل وحده فيها 100، اذا 400، نكتبوا هنا 400. ثم البطاقه اللي من فئه 10 نقاط عندها 5، نكتبوا هنا يعني 10 في 5 عندنا 5 ديال العشرات، اذا نكتبوا هنا 50. ثم 3 بطاقات من فئة نقطة واحدة بهذا الشكل هذا. إذا دابا غادي نمثلهم في هاد سميتو على شكل حلقات. عندها شحال من بطاقة هنا من فئة من فئة 100؟ عندها 4، إذا غنديرو 4 حلقات بهذا الشكل هذا، درنا 4 حلقات. إذا نشوفو دابا البطاقة اللي من فئة 10 نقاط، عندها 5 بطاقات، إذا نديرو 5 حلقات بهذا الشكل هذا. ونشوفوا البطاقة اللي في اللي فئتها نقطة واحدة، عندها 3، نكتبوا 3 حلقات بهذا الشكل هذا أحبتي الصغار. إذا لاحظوا معي مجموعة ديال النقاط ديال تسليت هي 453 نقطة، أما أزار فمجموع نقاطه 452 نقطة. إذا نقارنوا هادو، اذا عندنا مثلا هنا كما قلت لكم، اذا بغيتوا المقارنة ديروا المقارنه، بداو بالمئات. هنا عندنا 4، هنا عندنا 4، اذا كيتساووا. نمشيو للعشرات، عندنا 5 وهنا عندنا 5 كذلك.
مشيو دابا للوحدات، عندنا هنا ثلاثة وهنا اثنان، اذا ثلاثة اكبر من اثنان، اذا هذا العدد هذا اكبر من هذا، اذا العدد اللي حصلت عليه تسليت اكبر من العدد اللي حصل عليه ازر، اذا تسليت هي الفائزة. اذا بهذا الشكل هذا انا درت هذه العلامه هذه على ان اشاره على ان تسليت هي الفائزه. اذا احبتي الصغار احسنتم، سالينا الحصه ديال اليوم، نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الماجيه باش نكملوا الحصه الثالثه والرابعه والخامسه. اذا ما تنساوش احبتي الصغار انكم تخليوا لي جيم الفيديو باش هكا يوصل اكبر عدد ممكن من التلاميذ. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.